السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد العراقي يحييكم. النهاردة جايين ومعانا فيديو جديد وهنتكلم فيه عن إخواتنا الشيعة. الفترة اللي فاتت وأنا بتصفح على إحدى المواقع وبالصدفة ظهر لي فيديو غريب جدا جدا لأحد الشيوخ كان منزل فيه صلاة الشيعة ولعنهم لسيدنا أبو بكر وستنا عائشة وصحابة رسول الله. الفيديو ده انا جايبه لكم مخصوص عشان حتى تدوا نظرة عليه وتبصوا عليه، لان طبعا حاجة زي كده هي محرمة جدا جدا جدا، لان اصحاب رسول الله يعني اولياء بالنسبة لنا، احنا اولياء لان هم يعتبر عصر الرسول عليها افضل الصلاة والسلام، وهم اللي بنتنقل بعد كده القرآن والسنة الاحاديث وكل حاجة عن رسول الله عن طريقهم هم، فما ينفعش ان احنا نلعنهم. في احدى القنوات كده كانوا جايبين صلاة الشيعة وهم بيصلوا وطبعا ولعنوهم للصلاة، فطبعا انا عشان ما اتكلمش في حاجة زي كده انا قلت اعرض الفيديو وانتوا تبصوا عليه وتقولوا له ايه رأيكم. طبعا الفيديو ده لفت انتباهي جدا 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 بكمية الديسلايك، مع ان هو الفيديو الشيخ اللي عرضه مش عرضه علشان ان هو يعني ايه الشتيمة او كده، هو عرضه عشان بيقولك شوفوا صلاتهم هم بيقولوا ايه فيها، فهو ده الهدف بس من الفيديو. يلا نروح نشوف الفيديو ونقول يلا بينا. يلا بينا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم في عافية منا، وارحمنا بهم وانصرنا بهم وانتصر بنا لهم ولعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. وصل على محمد وآله الطاهرين، ولعن أعداءهم أجمعين، وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان
وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي وليه وحجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، وارحمنا بهم ولعن أعداءهم، وارزقني برحمتك حسن العاقبة للاستشهاد في سبيلك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي وليه وحجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شكرا. اللهم صل على محمد. صلي على محمد وآل محمد عجل فرجهم وارحمنا بهم ولعن أعداءهم. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. اللهم لعنهم جميعا.